أنا حسيت إنه أنا لازم أعمل هيك فعملت. يعني أنا كل العالم بتشيل قلبها على جنب بتفكر بعقلها حتى يطلع مع الوعي، بس أنا غير الناس تمام. أنا اللي بحسه بعمله. أول مرة شافني فيها، هلا أنا بدي أخبرك شيء، إنه أنا عندي أخ متوفى وكتير بشبه، كتير يعني شبه، فيك تقول يعني أنا بحس حالي إني بشبهه 100%، فكيف اللي بيشوفني؟ عرفت كيف؟ فحسيت كتير انقهر يعني إنه أخي متوفى وشافني بهذا الشكل، تمام؟ فصرت نفوت على البيت حط طاقية أنا بعد ما خسيت شعري، إنه ما بدي إنه ياهن يشوفوني إني بشبهه وإنه ينزعجوا أو إلى آخره. بس بعدين إنه صار يطلع فيني إنه أنا مثلاً العالم ما عم تجي تقول له والله ختام بنتك مثلاً قتلت هاد أو قللت ذوق مع هاد أو علقت بهاد، ما عم شوف غير الشيء الإيجابي. نص الحارة بتقول له يا ريت عنا ختام وما عنا 5 شباب، يعني ما عنا 3 شباب. بابا بيحبني كيف ما كنت، يعني كيف بكل الأشكال بيحبني. يعني ما بعرف كيف بدي أوصل لك الفكرة. نحن بعيداً عن إنه أب وبنته، يعني أنا ما بعامله أبداً إنه كأب ولا هو بيعاملني إنه كبنت. نحن بنقعد رفقات. يعني أنا ما بدي أتجوز، أنا بضل إنه عندك أنت وأمي إنه أخدمكم. يعني مثل ما أنك شايف هلا أنا ماني فاتحة محل تصليح ميتورات، فاتحة محل تياب. مو حب، أنا بشتغل فيه، أنا ببيع بشتري، تمام؟ برجع بقول لك أنا ما في شيء موجود بحياتي أنا ما فيني بلا، أنا فيني بلا كل شيء. يعني هلا أنا قلت ما عاد سوق ميتور، ما عاد سوق ميتور، بس.